بالنسبة للكوكيز هتكون كوكيز البطاطا بالقرفة والجنزبيل، عندنا 1 3/4 كوب دقيق، 1 معلقة صغيرة بيكنج سودا، 0.5 معلقة صغيرة ملح، 3/4 معلقة صغيرة قرفة، 0.5 معلقة صغيرة جنزبيل، 1/4 معلقة صغيرة جوز الطيب، 1/4 معلقة صغيرة قرنفل، 120 جرام زبدة، 0.5 كوب سكر، 0.5 كوب سكر بني ناعم، 1 بيضة، 0.5 معلقة صغيرة فانيليا، 2 معلقة كبيرة عسل أسود، و0.5 كوب بطاطا تكون مشوية ومهروسة. هنحط كل المقادير الجافة مع الزبدة وهنضربهم مع بعض لحد الملمس بتاعهم ما يبقى ملمس رملي، وبعد كده هنضيف السوائل اللي عندنا. هحط الدقيق، السكر البودرة البني، سكر قصدي الناعم البني، السكر الأبيض العادي، قرفة، جوز الطيب، قرنفل، جنزبيل، بيكنج باودر وملح، وآخر حاجة هنحطها هتكون الزبدة. وزي ما قلنا هنضرب دول كلهم مع بعض لحد ما الملمس يبقى ملمس رملي. ودلوقتي ابتدي احط بقية المقادير، عندي البطاطا، البيضة، الفانيليا والعسل الأسود. وهنضربهم كلهم مع بعض. اوكي، اول ما يختلطوا مع بعض يبقى كده خلاص كفاية. وهاخد الخليط وبمعلقة الايس كريم نقسمه ونحطه في صينية اللي هنخبزه فيها. ودلوقتي هندخلها فرن على درجة حرارة 180 وهتقعد في الفرن حوالي 12 إلى 15 دقيقة.